طائفة اللاتين رهبانية الفرنسيسكان. لما نسمع كلمة فرنسيسكان أو كارماليين أو يسوعيين أو دي رهبانية زي الأب أنطونيوس زي الأب بول، رهبانية الأب أنطونيوس الأب بول أو محمد، ولكن اللي بتجمعهم هي طائفة اللاتين تحت عقيدة الكاثوليكية. خلاص؟ عندنا دي كنيسة كاثوليكية في العقيدة في الرهبانية الفرنسيسكانية وفي الانتماء اللغوي أو التاريخ هم طائفة اللاتين اللي هم يتبعوا بإيطاليا. ماشي بابا هو. الكنيسة اتبنت سنة 1879 على أنقاض كنيسة بيزنطية اتبنت في عهد الملكة هيلانا اللي هي اتبنت في أطلال بيت سمعان القناوي اللي هو كان في عرس ذات الوقت. خلاص؟ زي ما سمعت أبونا مارون قال إن العرس اللي حضرته الست العذراء نوت كانت مدعوة بصفة القرابة. وهنا أول معجزة قام بها شخص المسيح يوما اللي هو تحويل الماء إلى خمر. هندخل جوه شوية هنلاقي شوية آثار موجودة من زوائي البيت. اللي مش سامعني قرب أو أعلي له صوته شوية. هنشوف حيطان من بواقي البيت، هنشوف قطع فخارية موجودة في ذات الوقت، وهنشوف كمان جرن من الأجران الحجرية اللي مكتوب عنها في الكتاب المقدس في العهد الجديد اللي هم كانوا 6 أجرار يساع كل جار، كل واحد يسيع مطرين من الماء، مطرين بالطاء مش بالته، في مترين وفي مطرين. كلمة مطرين يقصد بيها 20 لتر مية، هنا اسمها مطرة، اللغة البلدية بتاعتهم هنا اسمها مطرة، المطرة دي بتسيع 20 لتر مية. خلاص؟ أما المتر فبيسيع كام؟ 1000 لتر. خلاص؟ ففي فرق ما بين مطرين ومترين. هشوفه يعني في ناس يقول لك هي الحته دي الصغيره دي اللي بتشيل مترين ميه، اقول له لا مش مترين، شيل التاء وحط طاء فيعطيك معنى غير المعنى، كميه اقل اللي هي 20 لتر. طيب ليه من الحجر؟ في عاده من عادات العهد القديم ان هي الادوات المنزليه اللي بتعمر عندهم اللي بيحفظوا فيها الزيت اللي بيحفظوا فيها الخمر، هو دي اكتر حاجه بيخزنوها من سنه لسنه، فبتبقى من يا اما من الفخار يا اما من الحجر. فهتشوفوا الكتله الخارجيه حجر كبير خالص، ولكن لما تشوفوا الحفره بتاعتها تلاقوها صغيره واخده نوع من المحاره في ذات الوقت اللي هي تمنع تسرب الماده السائله لبقيه الحجر، عشان احنا نعرف ان الحجر ممكن يمص السوائل. فبالتالي بعملية الفخار عملية المحارة دي من الطينة الفخارية بتمنع عملية تسرب. دي هنشوفها بنعمة ربنا. الكنيسة زي ما حكينا ان هي بتملكها الكنيسة الفرنسيسكانية. وقت فتح الباب بتبقى من 8:30 لغاية الساعة 11:12 من الساعة 2 لغاية الساعة 5 في الشتاء لغاية الساعة 7. الكنيسة الورانية هذه هي كنيسة بيزنطية، لنا شعور بيزنطية اللي اتبنت عليها الكنيسة اللاتينية. طيب ليه اتبنت الكنيسة اللاتينية على البيزنطية؟ ذات الوقت كانت هناك حروب. كانت الكنيسة البيزنطية هي أول ما دخلت البلاد هنا وعملت حروبها، وليها الفضل الكبير إن هي على كل خطوة من خطوات شخص المسيح للمجد كانت تعرفها الملكة هيلانا والملك قسطنطين، كانت تبني عليها كنيسة أو دير. فلما روما آمنت بالمسيحية أرادت أن يكون ليها مكان في الأماكن المقدسة، فإجت عملت حروب مع الكنيسة اللاتينية أو روما مع بيزنطة. حصلت حروب في البلاد هنا، انتصرت روما على بيزنطة في المكان، خدت منها أماكن وخدت منها أديرة وكنائس
في ذات الوقت وتبحر. عشان كده الكنيسة اللاتينية بنت فوق الكنيسة البيزنطية. وفي حاجة تاني سياسية هي ان الفتوحات في اول حاجة الفرس لما دخلوا البلاد، الفرس طبعا كانوا جماعة عباد النجم اللي هو كانوا منهم المجوس، أولكم دخلوا البلاد نعود قضوا على كل الكنائس اللي موجودة في البلاد في ذات من ايام البيزنطية. خدت وقتها وطلعت، قوم تاني بنوا الكنيسة الجماعة اللاتين او الجماعة الصليبيين حسب التاريخ، عاشوا فترة ودخلوا وراهم بعد الهواد صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي برضو الراجل كتر الف خيره، قام بابادة مجموعة من الكنائس على قد ما تيجوا، واما مجموعة من الكنائس ضمها على اوقاف الاسلامية. راحت العهد الاسبوعي دوت في عهد صلاح الدين دخل وراء الظاهر ببارس، كانت برضو اتنشأت الكنيسة مرة تانية. جه ظاهر ببارس راح شايل وهادي مجموعة كبيرة من الكنائس منها برضو الكنيسة البيزنطية. بعد كده دخلت الصليبيين مرة، دخلوا الدروز دخلوا طردوا الظاهر ببرس، طردوا مجموعة العرب اللي كانوا موجودين في البلاد. الدروز هم مجموعة من خوارج الإسلام، يعني تمردوا على الإسلام بعد موت محمد وأرادوا إن هم ينفصلوا على الموضوع ده. أخذوا واحد عملوه نبي اللي هو حما موسى، عملوه نبي ليهم وسموه النبي شعيب وانفصلوا عن الإسلام تماما بكل عاداته وتقاليده. عملت حرب ما بينهم وبين بعض في العربية، جه واحد اسمه فخر الدين، السلطان فخر الدين الدرزي، هو اللي أعاد ملكية الكنائس للكنيسة البيزنطية وللكنيسة اللاتينية، وابتدت بعد كده الكنائس تنشأ لغاية وضعنا الحين. فالكنيسة البيزنطية الأولى اللي اتبنت عليها الكنيسة اللاتينية اللي احنا موجودين فيها هي بقايا من قصدي هي آثار حرب بيبرس، ظاهر بيبرس، واتبنت الكنيسة اللاتينية على أرضها. هندخل دلوقتي ربما يكون خلصوا زيارتهم، هنشوف البواقي منها، هنشوف البر، هنشوف مجموعة حيطان برضو موجودة من عصر أبونا سمعان القناوي، خلاص؟ وهنلاقي برضو جزء من الكنيسة البيزنطية اللي اتبنت عليها. من الفخاريات ومن الأحجار المنحوتة زي مثلا الفخارية ديت، دي كان يحفظ فيها الزيت. الفخار دوت هي مادة طينية معروفة بتختلط بيعجنوها عجين كويس قوي ويشكلوا الشكل اللي هم عايزين يعملوه ويدخلوها على الفرن تتحمص ويطلعوها مرة تانية يعجنوا عجينة تانية سائلية اللي هي من زلال البيض والزيت البلدي. يربوه كويس قوي لحد ما يبقى سائل كويس ويدهنوه من الداخل ومن الخارج. بص تلاقي هنا ناعم هنا وناعم من جوه. ويدخلوه الفرن مرة تاني، الفخار يشرب المادة الزلالية ديت ويصم كل المسام اللي تقدر او اللي تبقى تشفط او تنص المادة السائلة الموجودة فيها سواء زيت او خمر، فتمنع عملية تسرب المادة السائلة اللي جوه. ده نوع فخاري. في انواع الحجر يعني زي دي مثلا دوت كانوا بيدقوا فيه الطحين اللي هو القمح بيدقوا فيه او الشعير او في حاجة عندهم نوت اكبر من حبة البركة بيسموها، هي سمرة برضو بس الطحين بتاعها بيبقى لونه رمادي شوية، بيعملوا منه زي القطايف، يعملوا منه خبز القطايف كده صغير مش خبز كبير. لا هفتكر اسمه اقول لكم عليه غير الشعير. ده الانواع اللي هي موجوده هنا، القمح او الذره او الماده ديت شبيه حبه البركه بيطحنوها ويعملوا منها. في زي كده مثلا ده معجن صغير. هنا برضو ماده حافظه يعني بيحفظوا فيها، دي كانت برضو مدق زي كده ودي شويه احجار موجوده. بتلاحظوا ان هنا في مباني جديده داخله جواتها او وراها في مباني قديمه. هذه بواقي البيت اللي كان بتاع سمعان القناوي وحنشوفه على كميه اكبر من تحت.
اللي سمعني يتفضل استنانا تحت. ما دي هي بواقي البيت عرس البيت اللي حصل فيه عرس قنا جليل اللي هو احنا بنسيبه الى سمعان القناوي. انا بقى الجره لاحظين ان هو من الحجر مطلي من بره من الفخار او واخد محاره من الفخار. وبرضه لو احنا شعباتنا بصينا من فوق هنلاقي الخرم بتاعها او الحفره بتاعتها اتساع حوالي 20 لتر ميه. هو ده اللي يطلق عليه كلمة مطري. خلاص فمطرين يعني المطرة الواحدة 20 يبقى دي تشيل 40 لتر مي. ده حجر من أحجار أو جبن من الأجران الستة اللي حصل فيهم معجزة تحويل المية عشان مش هنعرف نصلي فوق آمين. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. قال لهم يسوع ما لي فيها امرأة لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ست أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير يهودي يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. قال لهم يسوع املؤوا الأجران ماء فملؤوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكئين. فقدموا فلما ذاق رئيس المتكئ الماء وتحول خمرا لم يعلم من أين هي. لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكئ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولا ومتى سكروا فحينئذ أدونا. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات. فعلى يسوع في قانا الجليل وظهر مجده فآمن به تلاميذه. تحول كل أمور حياتنا للخير وتفوت حياتنا رب بقوة لاهوتك وبنعمة عمل روحك فينا لأجل بركة أمنا العدرة اللي تشفعت رب واستجبت لشفاعتها. اسمح لينا رب ان احنا نصلي لك ونقول لك أبانا الذي في السماوات إلى قدس اسمك يأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وكذلك في الأرض أعطينا اليوم لو سمحتوا تعالوا كلنا كده ناخد صوره سوا. ممكن مع الجره يا ابونا يعني كده ناخد كده وبعدين نشوف. يلا تعالوا يا شباب. في عصر الملك اهلنا فوق بواقي بيت سمعان كل بواقي بواقي ايه؟ باقي الكنيسة البيزنطية اللي اتبنت في أول مرة على أطلال
بيت سمعان القناوي اللي حصل فيه عرس قناوي.